مرحبا. طريقة اختيار اي كيبورد قوي او مش قوي، لمعرفة انك بدك تختبره قبل ما تفحص اي شيء. اول شيء بدك تختبره عن طريق الاسنان، هدول الابيض اسود. اول شيء لازم يكون الصوت، يعني هو بيجي تقريبا ضعيف، لما تكبس شيء بطيء بيجي ضعيف. بعدين لما تقوى، كل ما قويت الاصبع بيقوى الصوت معك. وتاني شغلة بدك تكبس 10 الإيدين، يعني بدك تكبس 10 أسنان مع بعض. تكبس بإيد اليسار واليمين، اليمين لازم يعزف معك، هدول 3 أصابع. يعني هيك بدها تكون. تكبس هدول 5، ونفس الوقت حط إيد اليمين. أو تعمل أكورات. طبعا ضلك كابس. يعطيكم العافية.